السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس التاسع النظام السداسي عشر أو السادس عشر هيكسا ديسيمال، وهو بيكون ديجيت بتاعته من زيرو لغاية 15. فبنقول من زيرو لغاية 9، من أول إيه بنقول 10، 11، 12، 13، 14، 15. فبنعبر على الرموز دي، الأرقام دي بهذه الرموز. البيس بتاعته 16، ويت الباور بتاعه weight power of 16. اوكي، وطبعا احنا اتفقنا ان تحويل اي نظام للعشري هو سيستماتيك بنفس الخطوات. ناخد مثلا مثال وليكن 2 سي في النظام سداسي 10 بيساوي كام في الرقم النظام الديسيمال. طيب بكل بساطة، اول حاجة عندنا بنحط الويت بتاعه 16 اس 0، بعد كده الرقم اللي بعديه 16 اس 1، بعد كده ناخد القيمة بتاعة الديجيت اوكي ونضربها في الويت بتاعه، فتبقى 2 في 10 16 اس 1، ماشي ماوس، 16 اس 1 زائد سي في 16 اس 0. طيب ونيجي نقول ان السي دي بتساوي كام، دي هتساوي 32 زائد السي، السي احنا جبناها هي عبارة عن 12، يبقى 12 في 16 اس 0 بواحد، يبقى الرقم بتاعنا هو 12 زائد 32 يعني 44 في النظام العشري. واي بقى رقم هيجي لك عايز تحوله للنظام العشري بهذه الطريقة، انك تحط الويت وتضرب الرقم في الويت بتاعه. تمام. طبعا نظام السداسي عشر مش لازم يبقى سي بس، يعني ممكن مثلا سي انت عايز تحسب عندك الديجيت بقى من زيرو لغاية اف، سي مثلا انت عايز تحسب اي اف، ايه المشكلة؟ اي اف في النظام السداسي عشر بيساوي كام في النظام العشري؟ نفس الخطوات، نيجي عند ال F نحط الباور بتاعها أو الأساس طبعا اللي هو 16 أس 0، نيجي عند ال A نيجي 16 أس 1، بعد كده نقول A في 16 أس 1 زائد F في 16 أس 0، بعد كده نحط قيمة ال A، A بتاعتنا 10 يبقى 10 في 16 أس 1 زائد ال F قيمتها 15، 15 في 1 يبقى 10 في 16 ب 160 زائد 15 يعني 175 في النظام العشر. وهكذا أي رقم بقى، 2 3 4 أي رقم. ناخد مثال تأخير على التحويل من نظام السداسي 10 إلى النظام العشري. سي مثلا 9 1 في النظام السداسي 10 بيساوي كام في النظام العشري؟ نيجي تحت الرقم نحط الويت بتاعه 16 أس 0، نيجي الرقم اللي بعدين نحط 16 أس 1، ناخد كل رقم ونضربه في الويت بتاعه، فيبقى 9 في 16 أس 1 زائد 1 في 16 أس 0. تمام، تحسب الرقم ده وتجمعه على الرقم ده يطلع لك الرقم ده. ده كده التحويل من نظام السداسي 10 إلى النظام إيه هو إلى النظام العشري، وعرفنا ايه هو النظام السداسي عشر وازاي نحوله للنظام العشري. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنتعلم ازاي نحول النظام السداسي عشر الى النظام الثنائي وناخد امثلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.